يؤكد خبراء ومتابعين لشأن السيارات في الجزائر أن الأسبوع الأخير لشهر مارس سيكون أسبوع الفرج بالنسبة لأزمة السيارات، بعد إعلان الرئيس الجمهورية أن الإفراج عن دفتر الشروط سيكون شهر مارس، وهو الأمر الذي أكده أيضا وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريح سابق. وتطبيقا لتعليمات الرئيس الجمهورية بإعداد دفتر الشروط خاص باستيراد السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، تعكف اللجنة الخاصة بدراسة دفتر الشروط على مستوى وزارة الصناعة بوضع اللمسات الأخيرة على التعديلات الجديدة والكشف عنها في غضون الأيام القادمة. وتعكف 3 ورشات منفصلة على معالجة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة، الورشة الأولى تدرس رخص الاستيراد، وتدرس الورشة الثانية ملف دفتر الشروط الجديد، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة دفتر الحالي شهر ماي الماضي، في حين تبحث الورشة الثالثة ملف التصنيع والتركيب مع المتعاملين المحليين والمصنعين الأجانب من خلال إعداد دفاتر الشروط تمنع تكرار سيناريو نفخ العجلات، في وقت لم تصدر أي من هذه الورشات لحد الساعة قرارا ينهي أزمة المركبات التي شهدت تفاقما حادا في الفترة الأخيرة. والمتضرر الأول في هذه القضية هو المواطن البسيط الذي يحلم باقتناء سيارة جديدة بثمنها الحقيقي والمناسب. سلام.